في وقت ما زالت خسائر هائلة تتوالى في محافظة جنين، وطول كرم من سياسة الاحتلال الإسرائيلي بتدمير البنى التحتية، تجريف واسع ممتد على أعماق مترات تنذر بكارثة صحية وبيئية في جنين وطول كرم. لذلك كان هناك مبادرة أطلقها كل من محافظ سلفيتا لواء عبد الله كميل ورئيس اتحاد البلديات عبد الكريم الزبيدي، مبادرة وطنية من أجل تشكيل لجنة إعمار تضم القطاعين الأهلي والخاص وجميع الأطراف ذات العلاقة من أجل دعم مخيمات ومحافظتي جنين وطول كرم ومخيماتها على وجهها الخصوص. لنتحدث أكثر حول هذه المبادرة وما هي الأسس التي ستبنى عليها وماهيتها تحديدا في تثبيت صمود المواطنين في هاتين المحافظتين، ينضم إلينا على الهواء مباشرة السيد عبد الكريم الزبيدي رئيس اتحاد البلديات. أهلا بك أستاذ عبد الكريم وصباح الخير. يسعد صباحك عزيزي. نعم، لنتحدث بداية عن الهدف من إطلاق هذه المبادرة خاصة في ظل هذا الدمار الكبير الذي تعايشه المحافظتين واستهداف ممنهج فعليا للبنى التحتية وتقويض الوجود الفلسطيني فيهما. يعني الهدف الرئيسي من هذه المبادرة أن نوصل رسالة للاحتلال أولا أن الشعب الفلسطيني واحد وأن استفراده سواء بالمخيمات أو بإحدى المدن مدينة أو مدينتين من مدن الضفة الغربية، يعني أن الشعب الفلسطيني غير موحد، كلنا نحمل قضية واحدة، ونريد أن نوصل رسالة أخرى إلى أبنائنا وأهلنا وأخوتنا في جنين في طول كرم وفي كل المدن التي ممكن أن تستهدف بأنهم ليسوا وحدهم، وأنه يعني أهلهم وإخوانهم في باقي بقاع الضفة الغربية معهم ولن نتركهم لوحدهم. نعم، مثل هذه المبادرات يعني الهادفة فعليا من أجل تعزيز صمود المواطنين هي بحاجة إلى آليات لعمل معين ينضوي في إطارها سواء كان القطاع الحكومي أو المؤسسات الأهلية والمجتمعية والقطاع الخاص. ما هي الآليات التي ستبنى عليها فعليا هذه المبادرة، وكيف يعني تم التعامل منذ الساعات واللحظات الأولى لإطلاق هذه المبادرة في ماهية أن هناك في حاضنة شعبية قطاع المؤسسات فعليا من أجل إنجاح هذه المبادرة؟ طبعا يعني هذه المبادرة يعني كانت يعني أطلقتها أنا وعطوفة محافظ سلفيت، وتضم اتحاد المقاولين وتضم شركات من القطاع الخاص، وتضم أيضا سيكون في فريق هذه المبادرة وهذه اللجنة رئيس لجنة إعمار جنين. يعني نحاول أن يكون عملنا منظم وليس فزعة يعني مؤقتة قد لا يعني تعطي النتائج المرجوة من هذه الحملة. نريد أن يكون عملنا منظما، نريد أن يعني أن تكون مساهمة الهيئات المحلية، الشركات، القطاع الخاص وغيره، أن تكون منظمة وأن تكون ذات جدوى لأهلنا، بحيث يعني مجرد أن يتوقف العدوان يعني نرفع الأذى الموجود، نخفف من معاناتهم قدر الإمكان. نحن نتحدث عن بنى تحتية بحاجة إلى موازنات دول بالمناسبة، وليست يعني بيت هدم أو حارة تم إتلاف البنية التحتية فيها. نحن نتحدث عن مدينتين سواء في طول كرم أو في جنين يتم استهداف البنية التحتية بدون أي مبرر وبدون أي سبب وإلا الخراب والتدمير. يعني كلفة ما يجري تخريبه هي ربما تكون بعشرات ملايين الدولارات. نريد أن نقدم شيء كبلديات، كهيئات محلية، كقطاع خاص، ولكن سيكون عملنا بإذن الله منظم وفق توجيهات معينة، بحيث أن يكون هناك جدوى من عمل الهيئات المحلية، بإمكان الهيئات المحلية مثلا أو بعض الشركات كشركة كهرباء الشمال على سبيل المثال بإمكانها أن تساهم في طواقمها. يعني ليس شرطا أن تقدم يعني مبالغ مالية لهذه المبادرة، بإمكانها أن تقدم بعض المواد. نعم، بإمكان بعض الشركات أن تقدم الأنابيب المياه أو يعني مناهل الصرف الصحي أو الكسارات، أصحاب الكسارات بإمكانهم أن يقدموا البسكورس لإعادة فرد
تأهيل الطرق التي تم تدميرها. يعني نريد أن يكون عملنا منظما، نريد أن نكون طبعا شعبنا شعب نخوي، ودائما ما نجد في مثل هذه الظروف، ولكن في هذه المرة نريد أن يكون عملنا منظما أكثر، نريد أن يجدي ما سوف نقدمه. يعني ما يجري ليس فزعة لأهل جنين وأهل طول كرم، يعني إن شاء الله سيكون هناك عمل منظم، سيكون يعني كل شيء في نصابه، بحيث أن تكون هناك نتائج سريعة وفورية لمجرد انتهاء العدوان على هذا. نعم سيد عبد الكريم، يعني ذكرت إلى البعد أو الجانب الإعماري وعولت على موضوع العمل المنظم، وهو ممكن هذا مهم جدا في هذه المرحلة. سأتحدث عن الجانب الإغاثي، وكما ذكرت يعني دائما ما نشهد أن كل محافظة بصمود أهلها بصمود ناسها هي قادرة على مواجهة كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي. هل ستشمل هذه المبادرة أي جانب من الأعمال الإغاثية، وخاصة أنه نعلم أن الوضع صعب على الكثير، على الحكومة، على مؤسسات القطاع الخاص، ولكن يد بيد من الممكن أن نصل نحو الهدف. هل سيكون هناك مرتبط بهذه المبادرة أي من الأعمال الإغاثية، وخاصة أنه في عدد كبير من العائلات باتت في تحت مستويات خط الفقر؟ صحيح، وهنا يعني بحب أضيف لك عزيزتي أنه في بيوت تدمرت، في ناس هجروا تم ترحيلهم من بيوتهم. يعني المعلومات المتوفرة لدي أنه لجنة إعادة إعمار مخيم جنين يعني تستأجر لخمسين أسرة منازل تؤويهم حتى يتم إعادة إعمار منازلهم. العبء ثقيل جدا يعني وكبير جدا، العبء الموجود حاليا والدمار كبير. يستهدفون، أنت يعني في مقدمتك أسلفت أنه يتم إتلاف عدة أمتار، يعني بعمق عدة أمتار في بعض الشوارع، يتم يعني نسف وإتلاف كل البنى التحتية. صحيح هناك حاجة لأعمال إغاثية، وهناك الكثير من الخير في أبناء شعبنا، وكوني متأكدة أنه يعني لن ينقص أي شيء على أهلنا في جنين أو طول كرم بإذن الله. يعني هي هذا الروح وهذا النفس الجمعي الفلسطيني والوحدة، والذي نحن بأمس الحاجة إليه في هذه المرحلة. انطلاق مثل هذه المبادرات والعمل بشكل منظم واحتواء أكثر من مبادرة فعليا على الصعيد الوطني لدعم هذه المحافظات اللي هي تعتبر الأكثر استهدافا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كيف ستعمل على تمرير يعني وضرب مخططات الاحتلال الإسرائيلي بمقتل وفشل الهادفة إلى تهجيرهم وإلى فعليا تحقيق تغيير جغرافي وديموغرافي متعلق بهذه المحافظات وغيرها من محافظات الضفة الغربية؟ يعني عزيزتي يعني بودي قبل أن أجيب على هذا السؤال أن أشير إلى أن هناك مبادرات فردية. يعني كثير من أصحاب المزارع يعني ممكن يعبي سيارة خضرة ويبعثها لجنين بشكل فردي. هناك يعني شعب عظيم وشعب رائع وشعب يعني متماسك. الرسالة التي يعني يجب إيصالها الاحتلال بأن هذا الشعب باقي على أرضه ولن يتنازل مهما فعلوا حتى ينال حقوقه كاملة بإذن الله. نعم، وفيما يتعلق تحديدا بدور القطاع الخاص، وأنت وجهت رسالة لهم فعليا من أجل دعم مثل هذه المبادرة، يعني دور القطاع الخاص اليوم جدا مهم. وإذا كنا اليوم نتحدث في هذه المناسبة أستاذ عبد الكريم نتحدث عن اليوم العالمي للعمل الخيري، وهو يوم ممكن يأخذ أبعاد مختلفة في فلسطين، اليوم بنحكي عن دور القطاع الخاص في إنجاح مثل هذه المبادرات وكمان احتضانها وإطلاق مثل هذه المبادرات من قبلهم. يعني تم الحديث مع أكثر من جهة من القطاع الخاص. يعني نتمنى أن يكون لهم دور مؤثر وفاعل. يا عزيزتي احنا بنسمع عن الأغنياء اليهود وماذا يقدمون للمستوطنات، ماذا يقدمون يعني جبل أبو غنيم بناء أحد الملياردري الأغنياء الأثرياء اليهود في العالم. هناك أيضا أحد الأثرياء قدم مبلغ 20 مليون دولار للجامعة الموجودة في مستوطنة أريئيل القريبة من سلفيت. نرجو أن يكون ونأمل أن نكون وكلنا ثقة بالقطاع الخاص وبالشركات بأن يكون أيضا لديهم مبادرات وأن يساهموا، لأن هذا رأس مال وطني ويجب أن يكون له دور، وأنا واثق بأنهم لن يقصروا. نأمل أن يكون لهم دور فاعل في تخفيف ألم
ومعاناة شعبنا في هاتين المحافظتين. نعم، أشكرك جزيلا إذا السيد عبد الكريم الزبيدي رئيس اتحاد البلديات.